جرى وجيتوا لعنا، قد ايه لنا ما شفناكن؟ بصراحة صار لنا يعني من وقت ما انتقلنا، انت بتعرف مشاغل الحياة والولاد. يسلموا ايديكي مسعودة، والله الكيك طيب كتير. من ذوقك، صحة وعافية. ايه، وين جوري؟ ماني شايفة. لساتها بالشغل، جوري بلشت شغل بدار ازياء توليب خانو. ايه سمعنا بالخبر، الف مبروك. من وين سمعتوا؟ ليش؟ ما لها كم يوم مبلشة شغل. سمعنا من صباح الدين. والله صباح الدين المعلم صباح قصدك؟ ايوه هو بذاته، ابنه مراد بيشتغل عند توليب خانم بالمحاسبة وهو خبرنا، وسبب زيارتنا قصة فيها الخير يا صالح. مراد شاف بنتك وعجبته، بس الشاب ابن أصل، قبل ما يوافق أبوها هو ما بده يفتح معها هيك سيري بنوب. أول شي فتح الموضوع قدام أهله وقال لهم طلبوا لي البنت، وهن طلبوا منا أنه نجي نخبركم، وهي عملنا مثل ما قالوا، يعني الجماعة طالبين جوري لابنهم إذا ما كان في مانع. آه شو هالمفاجأة، أهلا وسهلا. أهلين أهلين حبيبتي. إلهي يرضى عليك يا بنتي. أهلا وسهلا عمو. أهلين فيك يا بنتي. كنا ناطرينك لحتى تجي جوري. عن جد؟ كنا عم نقول لأبوكي إنه في شاب اسمه مراد معكم بالشغل، أبوكي بيعرفه، بيكون ابنه للمعلم صباح. أنا ما بعرفه. إيه بس هو بيعرفك، شافك وانعجب فيك كتير. الشاب كتير أكابر، لأنه قبل ما يوافق أبوكي ما حب إنه يحكي معك بالموضوع، وهيك شاب بوقتنا الحاضر ما بتلاقي مثله. طالما الجماعة كفالتكن يشرفونا بزيارة. إيه الله يقدم اللي فيه الخير. بصراحة الجماعة ما بدهم يماطلوا، رح يجوا يزوروكم إذا بناسبكم. أكيد بناسبنا. بس بابا أنا. الله معك. تسلميلي. شرفت. يلا تصبح على خير. الله معكم. الله يتمم على خير يا بنتي ويبعث لك أيام حلوة. كيف بتزوج اختي لحدا ما بتعرفه لسا؟ نحن كمان تزوجنا بهالطريقة، والحمد لله انا وامكم كنا مبسوطين كتير. انت كيف بتطلب مني اتزوج من حدا ما بحبه ولا شفته بحياتي؟ شفنا الحب تبعك لوين اخذنا، كل المصايب اجت من تحت راسه، سمعتنا توسخت بسببك. بابا بابا بوس ايدك، لا تجبرني، ما بقدر اتزوج هيك، بترجاك فهمني. بنتي أنا صاير ما عم أقدر عليكي، وشكلك ما عم تفهمي بالحكي أو التنبيه، لهيك رح زوجك من هالشاب. قراري مستحيل أرجع عنه. تفضل. صباح الخير توليب خانو. قليلي. أنا بدي أسأل حضرتك إذا كانت خطتنا جابت نتيجة. يعني أنا مو هاد أبدا كان قصدي، عم بسأل إذا حضرتك رح تستمري بمراقبة عمر بيك ولا لا، يعني بدك يعني كمل بهالشغلة ولا وقف؟ في شي تاني بدك تقوليه ولا؟ ايه فيه، في ناس مبارح طلبوا جوري. مين هن؟ جماعة من معارف ابي، قال الشباب بيشتغل عندك يا خانو بالمحاسبة. بابا موافق شكله، مفكر يعطيه جوري. اها يولا، مو كل شي بصير بينحكى للعلن، لأنه بالوقت اللي بتحكي قيمته بتروح. ايه فهمت، ما رح أحكي قدام حدا. تمام، ولا حتى لعمر بيك. والله أنك طلعتي بتفهمي عن جد. إذا ما في شي تاني فيك تروحي يولا. بالإذن توليب خانو.
إيه ما بيعجبها شي شو ما عملت. والله طلعتي بتفهمي عن جد. تضربي احكي لشوف يا انستي الصغيره، شو عملتي لحتى كسبتي ثقه توليب كل هالقد؟ من كلامها صار عندي فضول اعرفك اكثر. شو عم تخربشي انتي؟ شبك زعلتي؟ عم امزح معك، ضايقتي من كلمتي؟ لا تمزح معي، انا مالي رايقه ابدا. شوفي قولي لي شو اللي مزعلك؟ مو زعلانة بس عندي شغل ولازم خلصه فورا. بالله عأساس انا بالشوارع مقضي نهاري وانتي بس اللي عندك شغل؟ مجد ممكن لا تلهيني لانه لازم خلص اللي بايدي على وقت الاجتماع. منى ليكي اذا فاضيه بدي اسالك سؤال. تفضلي اسالي. شوفي في شاب اسمه مراد بيشتغل عنا بالمحاسبه، بتعرفي مين بيكون؟ ايه شبه؟ لا ولا شيء، عم بسال لانه ابوه طلع بيعرف ابي. هو شاب ظريف بس عنده مشكله. كيف؟ دائما بشوفه منعزل مع حاله، ما بيتعاطى مع حدا من الموظفين وجد كتير. توليب خانم عنده حدا؟ مجد. طيب معناتها برجع بعدين، يعطيك العافية. الله يعافيكي. مرحبا، توليب خانم فاضية؟ عائشة جوا عندها، جوري بعرفك. سيد مراد فيك تتفضل، خانم ناطرتك. الشاب يلي سألتي عليه بيكون هاد. تمام. أنا رح أرجع على المكتب، وبس تفضى توليب خانم خبريني اعملي معروف. خليكي هون إذا بدك، أصلا هي ناطرتك، رح توقع هلأ على أوراق مراد وبعدين بتفضى. طيب. إيه بس هو بيعرفك، شافك وانعجب فيك كتير. الشاب كتير أكابر، لأنه قبل ما يوافق أبوكي ما حب إنه يحكي معك بالموضوع. تعي جوري. جبت الملف اللي بخص مشروع عاكف بيك. قعدي. حلوين كتير. كنت خايفة ما يعجبوكي. لا تخافي، بس يوصل عاكف منقدم العرض اللي عنا ومناخد الشيك تبعنا. حكي لي كيف كان العشاء امبارح؟ منيح بس ما طولنا، شرحت له عن الشغل ورجعت فورا على البيت. انت كأنك مزعوجة؟ في شي صاير معك وما عم تحكي؟ بنوب يعني أنا وبابا هالفترة عم يصير بيناتنا مشاكل وخناق، لهيك لو حضرتك بتحكي معه وبتعرفي منه. باردون. أهلين عمر، كنت رح أتصل فيك. طبعا بأي وقت فيك تتفضل، ما بدها سؤال. وإذا بدك منتعشى برا.